لو بيدي يا حنين كنت اظلمك واتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن امي الحال الاجل بينك وبيني بصوت الموت صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم، أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا علة الأشياء، يا علة الأشياء والسبب الذي معنى دقيق صفاته لن يعقلا إلا لمن كشف الغطاء له ومن شق الحجاب وتوصلا. إني لأعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضلا أن يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من علايا. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلايا، وورود أمرك بالفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه سافلا مستسفلا، والليث حين أتاك لعرسه في عسر المخاض فتسهلا، وقضية الثعبان إذ جاءك في مسألة ففصلت له منها مجملا. يا لكن سيدي عند عتاب هذا الشاعر لأمير المؤمنين يقول: سيدي أمخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا؟ يا سيدي أين أنت يا علي؟ سيدي يا ليت شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. والله سيدي يا ليت يا ليت يا علي شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا، يا عريان يسجوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا، يا ميتان ترك الألبا يا بحائرتايا تناوشاته سهام الباغي رامية عار تجول عليه الخيل عادية
حاكت له الريح لا في مئزر وردا، فالمعالي كلها قائمة وعليه حورها لاطمة، ميت جاءت تبكي له فاطمة، هو أبوها يا وعلي ذي العلا. في مثل هذا اليوم يا مؤمنين، في صبيحة هذا اليوم مرت الحوراء زينب وإذا بها ترى حسينا وآل حسين مجزرين، هذا مقلوب على وجهه، هذا على يمينه، هذا على شماله. صاحت أي عمر بن سعد: أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب؟ أما فيكم مسلم يواري هذا التريب؟ قال: بلى بلى يا خيل الله، اركبي وبالجنة ابشري ودوسي على صدر الحسين. ها، نكاية بزينب. زينب بعد ما بقى عندها أحد تتكلم معه إلا وادي كربلاء، صاحت: يا كربلاء لفي جسد شيخ العشيرة، يا كربلاء لفي جسد شيخ العشيرة، ويا كربلاء سوي لي الوالي حفير، واري جسم حسين عن حر الظهيرة، لا يظل جسم حسين عالغبرة رمية. والله سمعت حكيها كربلاء وقالت إليها: جثة خليصك يا حزينة غسليه. زينب: لا تتركيها عالفراح، لا تتركيها، لا تتركين حسين عالغبرة رمية. المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين، ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج صاحب الأمر، لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، للرحمة للموتى، لعافية الأحياء، لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أولاً صاحب الرسالة الذي يتكلم عن شجاعة أمير المؤمنين وصبر علي ولماذا كذا ولماذا كذا، فليتقدم إلي شخصياً لكي أرشده إلى بعض الكتب يقرأه هو بنفسه، ها، ويأخذ العبرة بنفسه ويأخذ النتيجة هو بنفسه، لأنه في الحقيقة ما كل ما يعرف يقال، وفي مجالس تكون فيها بالأمانات، وأكو أشياء حقيقة يجب، احنا مو عدم خوف يشهد الله، ولكن في اشياء نحن نقع في زمن وفي مكان وفي اقليم مشتعل، فيجب الانسان ان يتورع، ومن لا تقية له لا ايمان له. فاذا هو حاب انه يعرف دقائق الامور وتفصيلاتها فليتفضل الي بعد المجلس، وأنا أرشده إلى عشرات الكتب، ها، ليقرأ هو بعينه ويأخذ النتيجة هو بنفسه. هذه من ناحية.
من ناحية أخرى أخواني، كثير من الرسائل خصوصا من أخواتنا النساء بأنهن يتعرضن لكثير من الظلم. الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وحرم على عباده الظلم، فهناك من تقول بأن أبي يظلمني، وهناك تقول من أن زوجي يظلمني، وأخرى تقول، هذه صاحبة الرسالة تقول والله أن أخي يظلمني، أنا بنت يتيمة وكذا وعيش مع أخوي، أخوي ظالمني ظلما شديدا، مستولي على أموالي ويأخذ قروض على ظهري وكذا وكذا، وما أقدر أتكلم، وجاءني عشرات الأزواج وهو يردهم ويطردهم ما يبي يزوجني. ليش هالشكل؟ يعني بعرف أنا يعني وين بتروح من الله أنت؟ شنو ظلم هالنفس هذه؟ بعدين أي الدنيا شنو تسوى حتى أنت ها؟ شنو الأموال وشنو القصور وشنو الحياة ما لم يكن فيها لذة عيش وطيب عبادة؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تزودوا إن خير الزاد التقوى، مو خير الزاد الظلم. ليش الشكل يعني؟ أنا ما أنا عارف، ويحضرون المجالس وروحون المساجد، وسبحان الله، وإذا هذا الظلم ظلم الزوجة لزوجها، أحد الأزواج يقول هذه زوجتي الآن طالبة الطلاق، ولا أنا عارف السبب على شنو، فقط طلاق، يلا طلقني. ليش؟ طيب أنا مقصر في حقك، بيتك الشرعي، أولادك كذا، لا بس أنا طاب خاطري. شنو طاب خاطرك؟ طاب خاطرك أنت ليش أول شيء ليش وافقتي أول شيء؟ إذا كان في سبب شرعي، القرآن واضح وصريح يقول فادعوا حكما من أهلها وحكما من أهله. الحكم يعني الحكيم، مو الحين بعضهم إذا راحوا يعني يبي يصلحون جايب لي سبعة وهذا جايب لي عشرة ويطاققون ويزيدون المشكلة ويقومون، لا، المشكلة القرآن صريح يقول حكم يعني حكيم، حكم من أهلها وحكم من أهله، هذا إذا في شيء شرعي. أما أنت حضرتك على كيفك تقولين والله أنا ما أبي هالرجال بس أروح أطلق، وتروحين تحطي المحامي أو محامية أو كذا، وبعض الأسباب وبعض الكذبيات وبعض لا، حرام، حرام عليك أنت، حرام. مو بس الرجل إذا طلق طلاق الباطل يهتز عرش الرحمن، أنت أيضا قاعدة تهزين عرش الرحمن وقاعدة تدمرين بيتك وتدمرين العائلة بسبب ما ندري يعني شنو. بما أنك أنت، لماذا أنت إذا وافقتي؟ إذا كان هناك سببا شرعيا، نعم، مرة مرتين ثلاث نصحوا هذا الزوج، استنصحوا مثلا والعياذ بالله يشرب أو ما يصلي، لأنه عندنا في الرواية من زوج كريمته لقاطع الصلاة كأنما قطع رحمه، ومن قطع رحمه وقطع الصلاة جاء بين يوم القيامة مكتوب بين جبينه آيس من رحمته. المسألة مو أنا بس على كيفي أقول والله ما أبي هالزوج أو ما أبي هالزوجة وأخرب العائلة وأخرب الإنسان المؤمن، الإنسان بعيد النظر، الإنسان الذي يصلي تنعكس صلاته عليه، الإنسان الذي يعبد الله يخاف الله تنعكس هذه المخافة عليه. يا مؤمنين، مو أنا، ترى سهل أنك تدمر في دقيقة واحدة، نبني البيت إيش كثر يبي لنا؟ ستة شهر، سبعة شهر، سنة بنيان وتعب، تعال هدمة بيوم واحد، تي الحفارة هدمة لك بيوم واحد، ترى الهدم سهل جدا، البنيان صعب. يا مؤمنين، يجب على الإنسان أن يتعقل، ابتعدوا عن الظلم، ترفعوا عن هذه الأشياء سواء النساء أو الرجال. والله هذه بعض الرسائل والله تؤلم القلب، والله العظيم خلي الواحد يبكي يعني من، فلا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على محمد وآل محمد. القصة في القرآن لها وقع كبير على النفس، لأنها أولاً القرآن أغلبيته نزلت بطريق شنو؟ القصة. لذلك ترى قصة نبي الله موسى، قصة نبي الله يوسف، قصة نبي الله شعيب، قصص الأنبياء موجودة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك فيه هذا القرآن لثلاث جوانب. الجانب الأول أن القصة لها وقع على نفس المتلقي، هذا واحد. اثنين، القصة في القرآن تعلق في ذهن الإنسان. يعني الآن احنا ما زلنا نتذكر كيف نقعد، كنا نقعد حول جداتنا أو أجدادنا فيقص علينا تلك القصص الجميلة التي ما زالت في مخيلتنا إلى الآن.
الإنسان ما ينساها، خصوصا الطفل إذا قصيت على القصة ما ينساها. فالقرآن يأخذ هذا الجانب النفسي التربوي العميق، فيأتي به إلى الإنسانية جمعاء. الشغلة الثالثة أن في القصة عبر يجب أن نستخلصها. من أعجب القصص التي يطرحها القرآن قصة نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم تقول الرواية، طبعا عندنا في روايات مختلفة أن عمر نبي الله إبراهيم في رواية 450 سنة، في رواية 350 سنة، في رواية 500 سنة عمر نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، تقول الرواية وصل إلى سن 120 سنة ما عنده ولد، ما جاءه أولاد. فبدأت هاجر زوجته، عفوا سارة زوجته الأولى تفتقده بالليل، ما تشوفه نايم، تذهب تبحث عنه، وإذا في محراب صلاته يصلي صلاة الليل ويبكي بكاء شديدا. ماذا يقول في قنوته نبي الله إبراهيم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يطلب من الله الذرية، وهذا سر من أسرار أهل البيت. جاء رجل إلى الإمام الصادق قال يا سيدي يا مولاي أريد أن أصيب من زوجتي ولد. قال خذ حجر الفيروزة، هذا حجر الفيروزة نفس هذا النيشابوري، واكتب عليه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وامتنع عن أهلك 40 صباح 40 ليلة، ثم صلي صلاة الليل واقرأ في كل ليلة الواقعة وياسين والملك والرحمن في كل ليلة، وبعدها يقول فعملت بما قال الإمام فالله رزقني من الأولاد الخير الكثير ببركة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله. فنبي الله إبراهيم يدعو الله ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه مسكينة تتألم سارة. طيب في يوم من الأهوان قاعدين بالقدس، هذه المؤونة خلصت تقول الرواية، فقالت لنبي الله إبراهيم إن المؤونة التي في البيت قد انتهت، وهذه قافلة ذاهبة إلى مصر، كانوا يذهبون إلى مصر يأتون بالطعام وكذا، فلنذهب معهم. قال نعم، أخذ راحلته وأخذ زوجته سارة فمضيا مع القافلة نبي الله إبراهيم على أبواب مصر. كان هناك من الحراس وكذا من هو المؤمنون في قضية أو نبوة نبي الله إبراهيم، قال له يا نبي الله لا تدخل أنت وزوجتك إلى هذا المصر. قال لماذا؟ قال لأن فرعون هذا المصر يأخذ كل امرأة جميلة، والآن حط هو العيون والمراصيد، وهذه زوجتك سارة، سارة هي باللغة سارة بتشديد الراء، يعني لجمالها لأدبها لأخلاقها لعلمها لتفضلها لعبادتها. فقال الآن هو واضع المراصيد، إذا رأوا زوجتك هذه راح يخبرونا، فراح يضمها يأخذها إلى عاشيته. هي نطقت قالت لا عليك يا هذا، فنحن زوجات الأنبياء لا يصل أحد إلينا بسوء أبدا. إذا تسمعون في القرآن الكريم بعض الآيات بأن أحد زوجات النبي ضرب الله مثلا امرأته ها وبعد لوط صحيح، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة ليست خيانة العرض والعياذ بالله يا مؤمنين، لا يروح في بالكم هذا الشيء لا أبدا، مو هذا التفسير. الخيانة أنهما ما مشيا على الشريعة السماوية التي نزلت على ذلك النبي فقط، وإلا عرض النبي مصان كرامة للنبي، فما في عندنا أنه عرض النبي والعياذ بالله يدنس، عرض النبي لا يدنس أي نبي كان. فهذه قالت لهذا الرجل لا عليك،
نحن زوجات الأنبياء لا يصل أحد إلينا بسوء أبدا. وفعلا دخلوا إلى ذلك المصر، هو حاط العيون والمراصيد، قالوا له يا فرعون إنه قد جاء رجل يدعي النبوة ومعه زوجة آية بالجمال، قال جيبوهم اثنينهم. جابوهم. هو من شاف نبي الله إبراهيم نظر الهيبة، هيبة النبوة، ها نبي الله إبراهيم له هيبة، هو الذي سماكم المسلمين حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، كلها كلمات نبي الله إبراهيم. وإن من شيعته لإبراهيم، كان ينطق بنبوة محمد وإمامة علي صلوات الله عليه وسلم. ها؟ وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم كان من خلص شيعة أمير المؤمنين. هذه حطها في بالك وارجع إلى التفاسير يا مؤمنين. طيب، هو من شاف هذه الهيبة بالنبوة شرح له نبي الله إبراهيم الرسالة التي قد جاء بها، رأسا دخل في ملة إبراهيم، هو هذا الفرعون، وتاب وأطلق الجواري وكذا، وتاب عن بعض الأعمال التي كان يعملها. فلما أخذ نبي الله إبراهيم المؤونة وقد أوفى له الكيل، تقول الرواية قال لهاجر قال لسارة كل الجواري أنا قد أطلقتها، باقي هذه جارية اسمها هاجر سمراء لكن مليحة الوجه، كانت تقول الرواية، ها؟ قال لها خذيها هدية لك، هذه جارية لك. أعطاها من؟ سارة. أخذتها سارة ورجعوا، رجعوا وين؟ مرة ثانية إلى بيت المقدس. لاحظوا يا أخوة، هذه مو قصة تقال، لا، فيها استنتاجات جميلة وكبيرة وسوف نأتي بها إن شاء الله. رجع نبي الله إبراهيم نفس الحركة في نصف جوف الليل في صلاة الليل، والله الله في صلاة الليل. يا شباب يا شباب، ما تقدر تصلي قريب الفجر بعد، لا قبل ما تنام، حتى قبل ما تنام توضأ وصلي صلاة الليل. ما تقدر تصلي صلاة الليل، الله الله بالشفع والوتر، هذه التي ذكرت بالقرآن والله العظيم لها آثار كبيرة. من أراد منكم نجاح الدنيا والآخرة، تبي تتوفق بدراستك، تبي تتوفق لخدمة والديك، تبي تتوفق في أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك البلاء، تبي الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمور دنياك وآخرتك، الله الله في صلاة الليل. وصل صلاة الليل وشوف آثارها وبعدين تعال عاتبها، والله العظيم لها وقع، لها وقع كبير. أول شيء تشعر بالراحة والسكون ولذة مناجاة الله، خصوصا في الدعاء، دعاء الحزين مع الإمام السجاد، قراءة القرآن الكريم في جوف الليل، والله العظيم أن الملائكة لتمسحك بأجنحتها. يا شاب يا مؤمن يا شاب، إذا توجهتم إلى الله وأنتم في طاقة الشباب، لأنكم مسؤولون عن هذه الطاقة، الله سبحانه وتعالى يسألك عن طاقتك أيها الشاب، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. هذا الشباب وين وديته؟ قوة الشباب، طاقة الشباب. احنا ما نقول لا تلعب كرة، وما نقول لا تطلع مع ربعك بأدب واحترام وتحترم الشارع وتحترم، لا، اطلع وروح وطالع واستانس، ما نقول لا، لكن خلي لكل شيء شيء. الله الله في صلاة الليل. نبي الله إبراهيم تقول الرواية كان أيضا نفس الحركة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير، ويبكي نبي الله إبراهيم يريد الذرية. هذه انكسر قلبها سارة، أخذت تبكي بكاء مرا، جلست إلى جنب زوجها إبراهيم إلى أن فرق من صلاته. وأنا أعيد وأكرر، شايفين النساء؟ النساء عاطفيات الطبع، بسرعة تغضب وبسرعة ترضى أيضا. يعني أيضا أقول أنا الحمد لله الطلاق مو بيدهم، والله لو الطلاق بإيد النساء، والله الله وكلكم كلنا بالشوارع النام، والله الحدائق ما تشيل، لأنها بسرعة تغضب عليك وتقول لك يلا اطلع برا أنت طالق، يلا مع السلامة. لكن دائما الرجل حتى في إذا كان غضبان أو كان كذا، ولاحظوا
كثير أيضا بالمناسبة جاءني سؤال، طلقني زوجي وهو غضبان. لا يقع الطلاق في حالة الغضب، لو يقول مليون مرة طالق لا يضع، لأن الطلاق له شروط. من شروط الطلاق أن يكون الرجل عاقلا بما يقول، يعني يكون في حالة نفسية هدوء، هذا واحد. اثنين، يجب أن يكون هناك شاهدين عادلين على الطلاق، مو بس غضب وقال طالق ومع لا لا، هذا لا يقع الطلاق أبدا. طيب، قالت له لما فرق من صلاته، قالت له يا نبي الله أنا امرأة عجوز عقيم كذا، فأنا الآن أبي أوهب لك هذه الجارية هاجر، تزوجها لعل الله يعطيك مرادك منها بالولد الذي أنت تطلب. قال أنت تفعلين هذا؟ قالت بلى. فألحت عليه، تقول الرواية ألحت عليه فأعتقتها، أعتقت هاجر، فتزوجها نبي الله إبراهيم من الشهر الأول، تقول الرواية، وإذا بالحمل يتحرك في بطن هاجر، بدأ الحمل، بدأ بطنها يكبر. هذه شنو صار فيها سارة؟ بدأت غيرة النساء، بدأت المضايقات حق نبي الله إبراهيم، إلى أن تصرمت الأيام والليالي. لاحظوا يا مؤمنين، الآن بدأنا نأخذ الدروس والعبر من الآن. فلما ولدت هاجر جاءت بنبي الله إسماعيل، نبي الله إسماعيل، ولدت هاجر جاءت بنبي الله إسماعيل، تقول الرواية كان وجهه كفلقة قمر طالع. في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، نبي الله إسماعيل يبكي، وهذه تدلل ولدها. هذه سارة ذهبت إلى إبراهيم، قالت لشوف أنا بعد هذا صوت ولدك وجه زوجتك هذه بعد ما أقدر أشوفهم، شوف لك صرفة ابعدهم يلا عني، بعيد أخذهم عني. أسألك بالله، 120 سنة ينتظر ولد، مو يوم ويومين. شايفين بعضهم تتزوج، يتزوج سنة سنتين ثلاثة أربعة ما يجي لأولاد، ما يخلي نذر وما يخلي مكان. إذا جاء لهذا الولد شلون يهتز فيه، شلون يحبه، شلون يتعلق به، ها شلون ما يبي يبكي حتى. وعرفون، تعرفون أنتم كلكم آباء، تعرفون معزة الأبناء في القلب شلون. طيب، هذا نبي الله إبراهيم، قال يا رب وما أصنع أنا؟ قال يلا الآن سوف يأتيك البراق واذهب إلى أين؟ لاحظوا الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي إني قد أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أخذها نبي الله إبراهيم، أخذ هاجر وإسماعيل طفلا عمره 3 أيام، وجاء به إلى البيت الحرام، إلى وادي مكة، لا كلا ولا ماء ولا بجر ولا حجر ولا مدر، جبال ووادي فقط. جابها بالبراق، نزلها قال ربي إني قد أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اسمع ربنا، اسمع دعاء نبي الله إبراهيم، ربنا ليقيموا الصلاة. الله 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 الله، ما قال يا ربي احفظهم، ما قال يا ربي عطهم أكل، ما قال يا ربي اسقهم ماء، ما قال يا ربي لا 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 لا، الصلاة، لأنه علم بأنه إذا أقاموا الصلاة فإن الله معهم في كل حين. ملاحظة، من يصلي لله صلاة خالصة فإن الله يحرسه بعينه التي لا تنام، ويحفظه بركنه الذي لا يرى. فالله الله في الصلاة في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل دقيقة، أعيدها وأقولها، الله الله في الصلاة يا مؤمن، لا تستخفوا في صلاتكم، قفوا بين يدي الله متأدبين خاشعين، تخشع جوارحكم وجوانحكم وعقولكم وقلوبكم، وكل ما أقلته قدماكم لله الواحد الأحد، مو لأحد ثاني أبدا. طيب، ربنا ليقيموا الصلاة، بعدين يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. زين حطها، قال لها يلا في مالها، قالت تعال عمي،
وين رايح؟ قال لها والله هذا أمر الله يا هاجر، الله قال يجيب إبراهيم، يجيب هاجر وإسماعيل هنا، أتركهم عند البيت المحرم ويلا روح. قالت هو الذي قد أمرك بذلك؟ قال إي والله نعم. قالت اذهب فالذي أمرك لا ينسانا. هذا شنو الدرس الأول؟ سجل عندك التوكل على الله سبحانه وتعالى. من توكل على الله فهو حسبه، من توكل على الله فهو حسبه. يا مؤمنين، أنك تتوكل على الله، تعقد النية وتمشي بالأمر الإلهي الذي يسألك الله عنه، ولا تأخذك في الله لومة لائم أبدا. هذا الدرس الأول الذي نستنتجه من هذه القصة العظيمة، التوكل على الله. قالت يا نبي الله، لأنها تعلم بأنه نبي وصدقت بنبوته، وتعلم بأن ولدها هذا نبي وصدقت بنبوته. قالت الذي أمرك أن تأتي بنا في هذا المكان المقفر الموحش الذي لا كلأ فيه ولا ماء فإنه لا ينسانا أبدا. اذهب مع السلامة نبي الله. روح وقلبه يعور نبي الله إبراهيم. مشى خطوات، وين راح؟ راح إلى منى. راح إلى منى، مشى خطوات، خرج له إبليس الأصغر. تقول الرواية قال ما أقسى قلبك يا إبراهيم، 120 سنة تنتظر هذا الولد، الآن ترميه؟ بدأ ولدك يبكي بكاء مرا. تقول الرواية فالتفت، أخذته العاطفة، وإذا بجبرائيل ينزل من السماء بحصيات، ادحره بسم الله الله أكبر. صارت شعيرة من شعائر الحج. هذه واحد. مشى خطوات وإذا بإبليس الأوسط، قال ما أقسى قلبك يا إبراهيم، فإن ولدك قد بكى 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 إلى الآن قد انقطعت أنفاسه. تقول الرواية فوقف ينظر إلى ناحية الكعبة، وإذا بجبرائيل نفس العمل، ادحره بسبع حصيات بسم الله الله أكبر. أيضا شعيرة من شعائر الحج. مشى خطوات، خرج إليه إبليس الأكبر أبو مرة اللي الله طرده من الجنة. قال ما أقسى قلبك، لقد هجم السبع على زوجتك وولدك فأكلهم في الحال. ها؟ يريد أن يثنيه عن أمر الله، وجبرائيل ينزل إليه بسبع حصيات، ادحره بسم الله الله أكبر وامضي إلى ما أمرك الله يا نبي الله، فأنهم بعين الله ترعاهم. ذهب نبي الله إبراهيم إلى زوجته سارة. من بقى؟ هاجر وإسماعيل. أنتوا شايفين مكة شرفها الله؟ طبعا مكة هي المدينة، أما بكة هي البيت الحرام، الكعبة هذه تسمى بكة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. بكة هي البيت، أصل البيت، هذه الكعبة تسمى بكة، أما المدينة فتسمى مكة. طيب شايفين مكة؟ مكة حارة، أنت تحني عندنا زمهرير الشتاء شهر واحد، هناك درجة الحرارة لا تقل عن 30، لأنها بين الجبال محصورة، وهذا معروف جبل أبي قبيس، جبل صلد أسود يختزل الحرارة، وهي أصلا في موقع كما يقال العلماء الآن أنها في قلب الكرة الأرضية، يعني في منتصف الكرة الأرضية، فتكون الحرارة دائما الشمس متعامدة عليها سواء في الصيف أو في الشتاء. طيب فبدأ هذا الطفل يصرخ، لا ماء ولا شيء ولا أكل. في اليوم الأول، في صبيحة اليوم الثاني، بدأ يبكي نبي الله إسماعيل من العطش. وقفت هذه المرأة محتارة، لا تعلم إلى أين تذهب. نظرت إلى الصفا فتراءى لها من بعيد كأنه سراب، كأنه شنو؟ ماء. فذهبت، رأته ماء، وقفت على الصفا، نظرت إلى المروة، جبل المروة، أيضا تراءى لها السراب ماء، فذهبت ورجعت إلى الصفا. وهكذا سبعة أشواط، وهذا أقصى ما تأتي به امرأة في مثل حالة هاجر. ولكن لاحظ هذه الأشواط السبعة التي قطعتها يسجلها القرآن،
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بدأت بالصفا، انتهت بالمروة، صارت أيضا شعيرة من شعائر الحج. لماذا؟ لماذا الواحد يقول ليش هذه صارت شعيرة؟ لأنها قد جسدت قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ابتدأت بالصفا، انتهت بالمروة، هي في كلتا الحالتين كانت في ذهابها وإيابها عينها على من؟ على نبي الله ولدها، نبي الله إسماعيل. كانت تسمع صوته يبكي وترى مكانه، فلما انتهت بالمروة خفت صوت نبي الله إسماعيل، فجاءت مهرولة، نزلت بعد السبع الشوط السابع وهي تنادي وولداه وإسماعيلا، لقد مات ولدي. جاءت إليه، تقول الرواية، وإذا به بالرمق الأخير من الحياة، هذا الطفل رمقت السماء بطرفها، قالت اللهم صل على محمد وآل محمد. والله يا مؤمنين، هذه اللهم صل على محمد وآل محمد في جميع التفاسير، بأن هاجر لأن نبي الله إبراهيم هو الذي علمها هذا الدعاء العظيم. ها؟ أصلا إبراهيم ما وصل إلى مرتبة الخلة إلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد. رفعت يدها إلى السماء، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا أرحم الراحمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا دليل المتحيرين، إني قد آمنت بك وبنبوة نبي الله إبراهيم وبولدي هذا إسماعيل، وأنت الذي قد أمرته أن يأتي بنا إلى هذا المكان، اللهم فارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ها؟ هذا الدعاء. تقول الرواية ما استتمت كلامها وإذا بتلك الرجلين الصغيرتين الناعمتين لنبي الله إسماعيل تلامس الأرض، وإذا بالماء بدأ يتفجر من تحت قدمه، وبدأ الماء يفور، زمته يعني جابت التراب حتى لا يسيل على الأرض، فسمي زمزم، يعني زمت الماء، زمت التراب، حتى يقول الإمام الصادق سامح الله أمنا هاجر، فوالله لو تركت الماء يسيح للف العالم بأكمله إلى يوم القيامة. فيه معجزة إلهية، مع ملاحظة شديدة، بأن ماء زمزم هو الماء الوحيد في العالم الذي يغنيك عن الأكل والشرب، فلو أنك لم تأكل فإن فيه من الكربوهيدرات وفيه من النترات وفيه من المغنيسيوم وفيه من الحديد وفيه وفيه ما يغنيك عن الأكل والشرب. هذه من ناحية، من ناحية أخرى فيه من الشفاء والبركة العجائب. جاء رجل إلى الإمام الصادق قال مولاي إنني أشتكي علل كثيرة كثيرة فيني علل. قال أين أنت عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء عن العسل فيه شفاء. قال طيب مولاي، قال أتي بالعسل فأخبطه بماء زمزم واشربه، فإن والذي نفس محمد بيده إنه من أسرار النبوة وأسرار الرسالة، فمن فعل هذا 40 صباحا اشربه على الريق فإنه شفاء لسبعين داء. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين. ففيه من البركة، وأيضا ماء المطر، الله يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أيضا فيه شفاء. أيضا إذا تخلط ماء المطر بالعسل أيضا فيه، في روايات كبيرة، فيه من الشفاء والاستشفاء. فأخذت تشرب من هذا الماء، ما ساح الماء على الأرض، بدأت الحياة تدوب، ها؟ بدأت الحياة بدأت تدب من حولها. العرب وين كانوا يتعقبون؟ يتعقبون العقبان، إذا رأوا العقبان في السماء معناه هناك حياة. فجاءت أول قبيلة استأذنت هاجر، هذا تحقيق لدعاء نبي الله إبراهيم،
ربي إني قد أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربا عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة، واحد اثنين واجعل أفئدة من الناس. وإذا بجرهم تلك القبيلة قد جاءت استأذنوا هاجر فأذنت لهم ها، وبدأ ما يسمى بالعرب المستعلى، أن أول من نطق باللغة العربية هو نبي الله إسماعيل، هذا صحيح كلهم دارسين عارفين، وهذول اللي بعدين جاءوا يسمونهم العرب المستعربة، لأن أصل العرب العدنانيون والقحطانيون من اليمن، أصل العرب هناك، إنما ما جاء من بعده يسمون بالعرب المستعربة. فأول من تكلم باللغة العربية هو نبي الله إسماعيل وقبيلة جرهم التي قد جاءت. الآن بدأت الحياة تدب في هذه المدينة، اطمأن قلب هاجر، اطمأن قلب إسماعيل، بدأ يافع سنة بعد سنة، ارجع إلى نبي الله إبراهيم، راح أجيلك مرة ثانية. هذه الناحية الأولى، التوكل على الله. رجع إبراهيم وإذا سار بدأت نفس دعاء إبراهيم، ربي لا تذرني فردا وأنت خير، وبدأت أيضا تكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. طيب يقول الرواية والقرآن واضح، وهي قائمة تصلي إذ بشرتها الملائكة قالت يا ويلتاه ألد وأنا عجوز عقيم. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم أهل البيت، أنت تتوسلين بمن؟ بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ها؟ تقول الرواية وإذا بطنها بدأ يتخلق خلقا بعد خلق، وإذا بها تلد بنبي الله إسحاق. ما ولدت بإسحاق؟ وجهوك في القد قمر، وأيضا نبيا من أبناء نبي الله إبراهيم. الآن برد قلبها بعد كثر هذه، بعد 7 سنوات قال لها يا سارة أريد أن أذهب لكي أطمن على ولدي وزوجتي هاجر وإسماعيل. قالت اذهب راجدة، حين أنا عندي هذا الولد ها شوية يسليني يغنينا عنك، روح مع السلامة. راح ذهب نبي الله إبراهيم، وصل الآن صار عمر نبي الله إسماعيل 7 سنوات. جاءه الأمر عند الله أن ارفع القواعد، الأساس موجود ولكن ابن الكعبة أنت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان يضع اللبن يعملونه بالليل وفي الصباح يصعد نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل طاولة، إلى أن بنوا الكعبة المشرفة. تم بنيان الكعبة، نام نبي الله إبراهيم بعد أن نامت، بعد أن تم البناء في الليلة الأولى، اسمع، في الليلة الأولى وإذا نبي الله إبراهيم يرى بالمنام أنه يذبح إسماعيل، كتم الرؤيا ما تكلم. في الليلة الثانية تكررت نفس الرؤيا، في الليلة الثالثة نفس الرؤيا، في اليوم الثالث أخذ إسماعيل، هو إبراهيم أخذ إسماعيل، قال تعال يا بني. ذهب معه قال يا بني اسمع القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك. شوف الثقة بالله، هذا الدرس الثاني، قلنا الدرس الأول التوكل على الله، خذ الدرس الثاني الثقة بالله. أبر إسماعيل ما قال حق أبوه يا أبا والله هذا من الشيطان وروح راجع الله وشلون أنت تذبحني وش، لا 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 أبدا، يعلم بأن أباه نبي وأن الشيطان لا يتمثل إلى النبي بشيء وهو أيضا نبي. ها فقال على طول قال يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك، على طول إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثقة بالله غير متناهية عند هؤلاء، اختبرهم الله بأقصى الاختبارات. يجب أن نجهز أنفسنا يا مؤمنين في كل لحظة في كل حين لاختبار من الله سبحانه وتعالى.
ففي الرواية الموثقة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الكافي الشريف في الجزء 25 يقول الإمام الباقر محمد عليه السلام أنه لا يمر على المؤمن 40 صباحا إلا وقد اختبره الله باختبار. لابد الله سبحانه وتعالى يمر عليك يشوفك تنجح ولا ما ها ولا تسقط ترسب بهذا الاختبار. وفي ناس وايد الله وكيلك مع الأسف من أقصى الاختبارات وإذا به يسقط يفشل. أتيك بهذه القصة سريعا وأرجع لها ولو أطول عليكم. صلوا على محمد وعلى محمد. مو أكو ناس الله يعطيهم فرصة لكن مع شديد الأسف يفشل يفشل فشلا ذريعا. يقولون هذا رجل كان تحت يصلي تحت قدمي النبي ما يطوف فرض مع رسول الله، صلاة الفجر، صلاة الظهرين، صلاة العشاءين، صلاة الفجر، صلاة أبدا لا يفارق رسول الله بالمسجد بالمدينة المنورة، ولكن كان عنده إلحاح على رسول الله: يا رسول الله سل الله أن ينزل علي من غناه من أموال من الرحمة من كذا من كذا، فأنا رجل فقير. أنا النبي شنو جاوه؟ يقول له بعلم الله ورسوله حالك هكذا أفضل، خليك على هذا الحال. لا يلح على النبي، آت يوم تقول الرواية ألح على رسول الله وتعلق بأذياله. تقول الرواية النبي قال شنو عندك؟ قال عندي درهم. قال اذهب واشتري بها معزة، احنا الكويتين نسميها صخلة. راح شرى معزة بدرهم، عطوه تقول الرواية معزة عرجاء عائب ثديها بدرهم، يعني شنو بيشتري ها؟ شيء لا عين فيه، باع شراها بدرهم وجابها يسحبها إلى رسول الله. قال له والله يا رسول الله هذه اللي لقيتها بدرهم شريتها جبتها لك. تقول الرواية فمسح رسول الله على ظهرها وضرب على ضرعها فطابت من وقتها وساعتها وتفجر اللبن كأنه العسل من ثديها. قال خذها بارك الله لك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين أول ما قام يعمل يقولون هذا الحليب كان أحلى من العسل، فشاع خبره بالمدينة فجاءوا يشترون منه. بعدين لقوا لا والله المريض بدأ يشفي واللي مو حامل بدأت تحمل، وأخذوا كل واحد يأخذ غايته وكل واحد يأخذ مراده من حليب هذه السخلة التي الله سبحانه وتعالى بارك فيها بيد النبي صلى الله عليه وسلم. لا صار عنده أموال، بدأ يشتري الخراف والجمال والماعز والإبل. ها هذا اللي كان كل يوم يصلي ما يطوف فرض، ها قام يصلي في اليوم مرة. بعدين لا كثرت الأموال كثر الحلال، ها قام يصلي بالأسبوع مرة. كثرت أيضا حلاله كثرت أمواله، تقول الرواية إلى أن خرج خارج المدينة. بعد هذا الحلال ما له مكان داخل المدينة. في رواية تقول كان يسد بين جبلين، قام يصلي بالشهر مرة، كل ستة أشهر مرة، بالسنة مرة، حتى انقطعت أخباره لسنتين كاملتين ما جاء يصلي خلف رسول الله. تقول الرواية فنزلت آية الزكاة، لأن الزكاة على شنو؟ على الغلات الأربع وعلى الإبل وعلى الماعز وعلى البقر، في آيات مفصلة بالقرآن الكريم وفي الشارع اللي تحبون راجعوا الرسائل العملية الجديدة. طيب نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل أبا ذر وأرسل عمار، قال اذهبوا لفلان قولوا له لقد حلت عليك زكاة أنعامك. هذه الزكاة لازم تدفعها. هذولي راحوا وهو من بعيد شافهم، قال حق الغلمان هذولي أبو ذر وعمار جايين، أنا أدري جايين من قبل النبي، إذا سألوا عني قولوا مو موجود. يلا هذا الحين يجون وهذا، وقاعد أذبح لهم ذبيحة وأكرمهم يخسروني خروف. تقول الرواية فجاء عمار وأبو ذر أو سلمان وأبو ذر، أين فلان؟ قال إنه غير موجود. بعد هذول كذبوا. طيب رجعوا إلى رسول الله قالوا له مو موجود. النبي أرسلهم مرة أخرى، عمل نفس الحركة، راح هو يلبد وراء الصخرة بالجبل وقول قولوا مو موجود.
في المرة الثالثة غضب رسول الله، قال لهم اذهبوا تجدونه خلف الصخرة الفلانية، روحوا طلعوا قول الكلمة، يبي يلزمه الحجة. ذهبوا على طول ما كلموا هذولي ولا الحبيب قاعد، قالوا له سلام عليكم اطلع قوم. رسول الله يسلم عليك يقول لك يلا زكاة أنعامك حلت ويجب عليك أن تخرج ما لله فإنه الله هو المنعم عليك. قال زين زين أنا والله مشتاق إلى رسول الله وراح أجي وهذا، أعطوني فرصة أسبوعين ثلاثة ها أنا أقسم، لأن عندي إبل وايد، عندي بقر وايد، عندي ماعز وايد، عندي خراف وايد، عندي كذا ها، فأنا إن شاء الله بالخدمة أسوقها وأجيبها إلى النبي، أتشرف بين يدي النبي. راح تقول الرواية فما سقاهم حتى ضياح لبن، حتى ضياح لبن ما سقاهم، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله هذا اللي يقول. النبي شهر كامل قمري انتظره ما جاء. النبي غضب غضبا شديدا، قال لعمار وسلمان اذهبا إليه وقولا له إن الله ورسوله في غنى عنك وعن حلالك، ولكن رد علينا معزتنا الأولى، رد هذه المعزة التي مسحنا عليها جيب. راحوا وقالوا له هالكلام، قال خذ شنو يعني معزة واحدة وعندي هالحلال اللي ما بين جبلين، هذه شنو تبتأثر، خذوا يلا مع السلامة. أعطاهم إياها تقول الرواية فرجعوا بها. تقول الرواية فما مضى عليه شهر كامل إلا وقد فني جميع حلاله، راح هذاك الملك وهذاك الحلال، شيء ذهب بالمرض وشيء سطى عليه اللصوص ها، وشيء ذهب بالموت، والمهم الله سبحانه وتعالى حصد حلاله حصدا. تقول الرواية وإذا به يرجع مرة أخرى إلى قدمي النبي، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني فرصة، قال إن الله قد رزقك ومدك ولكن وجدك غير أهل لذلك إذ امتنعت عن فعل أمر الله به سبحانه. فيا إخوان يجب علينا أن نستعد لكثير من الأشياء التي الله يختبرنا بها، يختبرك بعافيتك، يختبرك بمرضك، يختبرك في والديك، في زوجتك، الزوجة بزوجها، بأولادك، بكل شيء اختبار من الله. فيجب عليك أن توكل الأمور لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وتثق بالله وتتوكل على الله وتعمل بأمر الله ورسوله، فإنك ناجح ناجي لا محل، والعكس صحيح 100%. طيب قال يا بني إني أرى بالمنام إني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولكن يا أبا، قال نعم، قال لي 4 طلبات، شنو هي؟ قال له أما الأولى ما تذبحني هنا في مكة قدام أمي، هذه أم ما تتحمل أنك تذبحني قدامها، وين ودا منى، لذلك الله يبلغنا وإياكم حج بيت الحرام، هذا الحج لما وين يذبح الهدي؟ في منى، صحيح؟ الهدي وين يذبح؟ هناك في منى. قال طيب ما الثانية؟ قال الثانية أنك تأتي بسكين حادة بحيث أنك تذبحني مرة واحدة لا تأذيني ولا أذيك. قال طيب ما الثالثة؟ قال الثالثة أن تكتف يدي ورجلي. قال ليش يا بني؟ قال يا أبا هذه حرارة سكين وأنت تريد أن تذبحني، فأخاف أن أصارعك، أخاف أن أمنعك، أخاف أن أيدي تمسك إيدك ها، فأنا نحن نريد أنا معك أن نمتثل لأمر الله، مو الله قال لك؟ قال يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك، الله أمرك بذبحي ها، خلني أنا أكون معك من المتوكلين على الله، فكتف يدي ورجلي حتى نحن نستسلم. قال طيب ما الرابعة؟ قال هذه الأخيرة، يا أبتي كبني على وجهي وضع جبهتي على التراب. قال ليش يا بني؟ ليش يا بني؟ قال له أبا أنت أبي وأنا ولدك، وأخاف عيني تأتي بعينك في وقت الذبح فتأخذك الرحمة علي ها، أو أني أرسل إليك إشارات استرحام بعيني ها، فلا نقوم أنا وأنت بأمر الله، والآية واضحة صريحة، فلما أسلما وتله للجبين، أسلما يعني سلما أمرهما إلى الله، إبراهيم وإسماعيل،
فلما أسلم وتله للجبين، يعني وضع جبهته على التراب على الأرض وبدأ يريد أن يذبح ابنه. كلما وضع السكين على راح نحر إسماعيل جاء جبرائيل قلبها في المرة الأولى والثانية والثالثة، وإذا بالنداء: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت بالامتحان 100%، وفديناه بذبح. الله ود قلبك إلى كربلاء الآن، بعد ما عندي مجال والوقت تأخر. ها تقول الرواية: فجاء إبليس اللعين عليه اللعنة، وين راح؟ راح بمكة، شاف هاجر أم إسماعيل، قال لها: ما علمك برجل هذه هيئته؟ قالت: يا ويلك، هذا نبي الله إبراهيم زوجي. قال: ومعه صبي هذه صفته؟ قالت: يا ويلك، هذا إسماعيل نبي الله إسماعيل ولدي. قال: الآن أنا رأيته يذبحه في المكان الفلاني. الله ما نزل كبش من الجنة، نبي الله إبراهيم ذبح الكبش فداء. طبعا في الرواية أنه الإمام الصادق يقول: والله لو ذبح إبراهيم إسماعيل لوجب على أمة محمد أن يأتي كل منكم بولده البكر فيذبحه في الحج. كم من يروح الحج يتوقفون من يذبح ابنه؟ لكن رحمة الله يا مؤمنين، والله رحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذا هو الدرس الثالث في هذه القصة: رحمة الله الغير متناهية. انتظر رحمة الله في أحلك الظروف. يا أيها الذين آمنوا لا تيأسوا من روح الله، لا تيأس من روح الله في آخر اللحظات، وإذا رحمة الله فيوضات الله تنزل عليك أيها ومن كان مع الله كان الله معه. تقول الرواية: هذه جاءت مهرولة تنادي: وولداه وإسماعيل. نبي الله إبراهيم قال حق نبي الله إسماعيل: أنت روح من هذا الطريق، أنا أتي من هذا الطريق. هي جاءت ما رأت السكين بيد نبي الله إبراهيم بعد أن ذبح الكبش، ما رأت الدماء عليها. تقول الرواية: صاحت: وولداه ذبحته يا إبراهيم. فسقطت مغميا عليها. نبي الله إبراهيم نادى إسماعيل قال: تعال ادرك أمك. أخذها بكت، وهو قد بكى على حالها. تقول الرواية: تساقطت قطرات من الدموع. أفاقت: أإسماعيل هذا؟ قال: بلى، أنا ولدك إسماعيل، قد فداني الله بذبح عظيم. تقول الرواية: أخذت تفتش رقبته، تقلب رقبته يمينا شمالا: ولدي، هل أصابك ضرر؟ هل أصابك خدش من هذه السكين؟ قال: لا يا أمه، أني سالم من هذه الحركة، من هذه الذبحة، أبي سبحانه الله سبحانه وتعالى أنجاني بفعلة جبرائيل. أنا أقول: انقل قلبك إلى كربلاء، ساعد الله قلبك يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، كيف جلست إلى جنب ذلك الذبح العظيم؟ هو أبا عبد الله. ها، في التفسير الباطن للقرآن الكريم: فوالله ليس هناك ذبح عظيم في العالم كالحسين بن علي صلوات الله عليه وسلم. والحسين في صبيحة هذا اليوم يا مؤمنين، في صبيحة هذا اليوم عمر بن سعد دفن قتلاه، ثم قال: عليكم بالسبايا، اركبوهم على ظهور المطايا. زينب قالت لعمر بن سعد: تنحى عنا، دعنا يركب بعضنا بعضا، احنا نركب بعضنا. تقول الرواية: الى ان بقت هي وزين العابدين وام كلثوم. قال لها زين العابدين: عم اركبي. قالت: لا يا ولدي، اركب انت على الناقة اول. تقول الرواية: أركبوا زين العابدين، ها أركب، أي والله دمعة مرحومة، أركبوا إمامكم زين العابدين علي المرير، أباه مقتول، أخوته مقتولين، أهل بيته، أصحابه، وكان يأن أنينا يقطع الكبود والأفئدة يصيح: آه واذ الله، أين عشيرتي؟ أين قومي؟ أين أهل سراتي؟ كلما أركبوه على الناقة سقط بأبي هو وأمي. ثم قال عمر بن سعد: يا ويلكم، اذهبوا إليه واربطوه إلى بطن الناقة.
تقول الرواية: فذهب من جلاوزته ضربوا إمامكم بكعوب الرماح، ضربوا زين العابدين بالسياط، والإمام يبكي ينادي: وأباه وحسينا وغريبا يا. تقول الرواية: فأركبوه ثم وضعوا السلاسل والحبال في يديه ورجليه وشدوه إلى بطن الناقة. بقت زينب وأم كلثوم، زينب تقول لأم كلثوم: أخي اركبي. قالت: لا أنت اركبي. قالت له: أخي أنا إذا ركبت أنت من يركبك؟ تقول الرواية: وإذا بزينب فرت إلى المعركة. زين العابدين ناداها: عم زينب، عم ارحمي حالي، ارحمي ضعفي، ارحمي مرضي، الى اين ذاهبة؟ صاحت: انا رايحة، انا رايحة لعباس جعد. انا رايحة للذي اركبني، للذي اخرجني من المدينة، للذي قال قومي طلعي انت بشاربي. ها انا والله رايح على عباس جعده ورجب جفوفه فوق زنده وقل الحرايم صارت بشده يا اخويا حملي وقع يا علي ضمد. يقول سيد حيدر الحلي: واذا بالجواب من منحر الحسن بن منحر ابي الفاضل: يا زينب تعتبين يا زينب علي، انا وين راسي وين دي. تقول الرواية: عند ذلك ركبت زينب عليها السلام وتحرك ذلك الموكب الحزين، ولكنهم اقسموا عليهم بان يمروا بهم على القتلى. فلما مروا بهم على القتلى وإذا بزينب تنادي: ومحمدا يا جداه يا محمدا، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء، مذبوح من القفا وبناتك سبايا، فإلى الله المشتكى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى خديجة الكبرى، بأبي من قد أضحى رحله وقد سبيا. ها تقول زين العابدين: رأيت. يقول زين العاب تقول زينب: رأيت زين العابدين أخذ يجود بنفسه فوق الناقل. يجود يعني رادت روح تظهر. همزت ناقتها زينب: ما لي أراك على هذه الحال يا بقية الصفوة ويا خير السلف من بعد الخلف؟ اعلم والله انه لا يدرس امرنا ولا ينتهي ولا تنتهي اثارنا، ولينصبن لابيك الحسين في هذا الطف علما لا ينتهي ابد الدهور والعصور، ولتجتمعن أئمة الكفر والضلال على محوه فلا يزداد ارتفاعا وعلوا. امر من الله ومن رسوله لأبيك أمير المؤمنين ولأمك فاطمة الزهراء. ها ولكن القلوب حسرة والعيون دمعة. تقول الرواية: فتحركوا بهم. وزينب ظل قلبها حسرة بقلبها إنها ما دفنت الحسين والحسين مكبوب على وجهه، وتحركت الناقة وزينب عينها ترسل النظرات إلى الحسين تقول له: في أمان الله أبا عبد الله، في أمان الله يا ابن رسول الله. ها رحمك الله يا ابن فايز، عندك حالة نوح بنوح لهذه لحالة وصف هذا الحالة. مع من تتكلم زينب؟ مع من؟ ما بقى أمامها إلا وادي كربلاء. صاحت: يا وادي كربلاء عنك مشينا، بلا يا غسل وكفايان خلينا ولينا، غصب علي سافرت
يا مهجة احشاء يا حسين يا المضاق مين قبل الذهب حما سافر جسمك عثره والراس ويايا فوق الرمح مشهور يبره للضحينا ولو خيروني يا خلي صبقيت ويايا اقعد على قبرك يا نور العين وانعى لكن له ظلت من يبرى اليتامى لو طوح الحاد وحدايا بهذا الضعينة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله أسألك اللهم وأدعوك وأقسم عليك بحب الخلق إليك محمدا وآل محمد يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب ويكشف السوء يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا دليل المتحيرين يا عالم الأسرار والخفيات. صل على محمد وآل محمد واغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله. من كان في مجلسنا طالب حاجة اقضها له يا الله. شافي كل مريض خصوصا هذه الطفلة نور ياسر دشتي، اللهم شافها بشفائك وداوها بدوائك وأنزل عليها من رحمتك واجعلها قرة عين لوالديها يا أرحم الراحمين يا الله. وشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واقضي حوائجنا وحوائجهم يا الله. علماءنا الماضين الربانيين اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحمتك وأيد علماءنا الباقين في مشارق الأرض ومغاربها واجعل كلمتهم العليا يا الله. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا كريم وادفع عنا كل سوء وبلاء. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. المؤسسون لهذا المأتم، الباذلون في هذا المأتم، الخادمون في هذا المأتم، الجالسون في هذا المأتم، السامعون لهذا المأتم، اللهم اغفر لنا ولهم يا الله واقضي حوائجي وحوائجهم يا كريم. إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات، رحم الله من ذكر للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. لو بيدي يا حسين كنت ظلمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن أمي الحال الأجل بينك وبيني بصوت المرء